السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. لسه مكملين معاكم مشاهدينا سلسلة حلقاتنا عن العلاقات الأسرية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، لأن في ناس كتير بيكونوا فاهمينه غلط. للأسف بتحصل مشاكل كتير نتيجة الفهم الغلط ده، هو موضوع المصاحبة أو الصحبية أو ارتباط الولد والبنت العاطفي، وده بيحصل كتير في سن صغيرة، بيحصل كتير في أول دخول الجامعة، وده بيتهيأ لهم أحيانا أن دي ممكن تكون طريقة للجواز. هل هي طريقة للجواز ولا لأ؟ وممكن إيه المشاكل اللي تحصل من وراها؟ مشاكل شكلها إيه؟ هل إحنا فاهمين الموضوع ده صح ولا غلط؟ تعالوا نتكلم في أسئلة كتير دلوقتي مع ضيفنا دكتور هشام حتاتة، استشاري الطب النفسي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك دعاء. تعالى يا دكتور نبدأ كده ونشوف مع بعض التقرير اللي احنا عاملينه النهاردة عن الصحبية أو المصاحبة، وبعدين هنكمل كلامنا مع بعض. طبعا بنتكلم على المصاحبة في السن الصغير، يعني قبل الجواز. نشوف التقرير ونرجع تاني نعلق عليه. ما جيتش يعني الجامعة امبارح. الدكتور على فكرة قال حاجات مهمة جدا، في امتحان الأسبوع الجاي. ايه؟ يا ابني ارحم نفسك من اللابتوب والموبايل ده. اصبر بس ثانية واحدة يا ابني، رد عليا، سيبك من اللي انت فيه ده. ثانية ارد عليك. انت بتركز ازاي كده؟ يا عم مركز عادي. بتكلم اتنين يعني مع بعض؟ مفيش مشكلة، بكلم هنا اسماء وبكلم هنا ايه. ومالك مبسوط كده ليه؟ مبسطش ليه يعني؟ انت عارف ان انا فشكلت الأسبوع اللي فات وكده، فلازم اعوض الفراغ العاطفي. فراغ ايه يا ابني؟ انا على فكره مش هكلمك ولا اقول لك ان ده اصلا حرام ولا حلال، بس افتكر ان انت كنت من اسبوع مرتبط. ماشي، حتى لو يومين يا ابني، انا ما بعرفش اقعد من غير بني. انت اصلا غلبان. اسمع بقى، من انا اعلمك حاجه مهمه. انا بتكلم ده كده عادي جدا، واللي انا بعمله ده عادي جدا. انا كده كده عايز اتجوز، بس انا بقى ما بحبش جواز الصالونات والتقليديه وكده. انا عايز واحده بقى تكلمني تحبني وتدلعني. جواز الصالونات انت عارف ما فيهوش كده، فلازم بقى تعرف كذا بنت وتعرف بنات جديده وتعرف ايه مميزات دي وايه عيوب دي، وبعد كده اتكرر. انا كده كده عايز اتجوز، بس انا ما بلاقيهمش مناسبين بعد كده. وطبعا في الاخر هتقول لها احنا هنتجوز. اكيد طبعا، ما تقولي كلام حلو ازاي كده. بتكذب على نفسك باسم الجواز، بتكذب عليها كمان. ليه بكذب ليه يا ابني؟ لازم يكون في خطوات فعليه. ايه بقى هي الخطوات؟ يتقدم يعني، يخش البيت من بابه. طب ماشي، وانا اخش بس نتعرف الاول. انا ما بحبش جواز الصالونات، هنتعرف الاول بعد كده بخش البيت من بابه، مفيش مشكله. لازم اهلها يكونوا عارفين. هي لا اهلها عارفين ولا انا اهلي عارفين. يبقى كده في حاجه غلط. الا انت خلاص، انت كده استريحت. انا قفلت واستريحت يا عم خلاص. في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى أن ما يزيد عن 90% من العلاقات العاطفية تبوء بالفشل وتؤدي إلى صدمات نفسية، يتعالى صوت شريحة لا بأس بها في مجتمعنا، معلنا بأن الصحوبية باتت في عصرنا هذا ضرورة حتمية. فهل الصحوبية هي الطريق الصحيح للزواج؟ أنا أفضل أن يكون صداقة بتولد قصة حب أحسن من التقليدي، لأن التقليدي ممكن بعد الجواز يعني أحبه ما أحبوش، هيبقى بالعشرة بس، يعني حب عن طريق العشرة. لكن أنا أحب طبعاً يبقى في قصة حب قبل الجواز. شايفة أن دلوقتي أنها بقت نظرية فاشلة، بسبب أن الولاد دلوقتي ليهم نظرة، يعني ممكن تقول أغلبية الولاد بسبب عدم وجود شغل ووقت الدولة بتخلي الشباب مش عارفين يتجوزوا، فأنا ليهم نظرة وحشة دلوقتي للبنات. بس بفروض برضه يبقى في احترام ويعرف كل واحد ان دي زي اخته وكما تدين تدان. الصداقه بين الولد والبنت فعلا جايز جدا بشكل كبير جدا ان هي تقلب بجواز، وبيكون احلى جواز لان هو بيكون قايم على التفاهم. لان الصداقه لازم تكون موجوده ما بين الزوجين علشان يكونوا فاهمين بعض ومقدرين بعض ويقدروا يحكوا لبعض ويتكلموا مع بعض كتير. لا، هو الجواز التقليدي برضه اصلا مش مضمون بيني وبينك في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده، لكن الجواز عن قصه حب فعلا بيبقى البنت يعني عرفته، وبعدين بتعرفه في فتره الجامعه. يعني فترة الجامعة دي بتبقى حلوة جدا، أو مثلا ما حصلش نصيب في فترة الجامعة مثلا في الشغل بتحصل ممكن صداقة، وبعد الصداقة دي بيبقى بعدها حب وكده، فبتبقى فعلا يعني جميلة جدا. لو في حب وهينتهي بجواز يبقى ده صح، لو صحوبية ومش هينتهي بجواز يبقى ده مش صح. ممكن تتقلب بمحبة، ممكن يكون يستريح لها نفسيا وكده، ممكن. وممكن صداقة بتبقى طول العمر. معظم الشباب بصراحه ده اللي شايفينه المجتمع بتاعنا دلوقتي، بياخدوها كتسليه مثلا ان هو يتسلى بالبنت ايا كانت المده، ما كده يسيبها ولا كانه يعرفها. هي
بتبقى في بقى مواقف معينه هي اللي بتبين بقى تسليه، او اذا كان الحوار تسليه او تقضيه كده، او بيبقى جد بقى نيته كويسه وعايز فعلا يفتح بيت ويستقر ويكون اسره والكلام ده. اكيد شباب كتير بيبقوا كانوا واخدين الموضوع ده تسليه، وفي شباب بيكون معاهم الكلام ده بجد، بس هي عمليه متبادله. شفت التقرير ولو لاحظت هتلاقي الشباب الصغيرين هم اللي شايفين ان موضوع الارتباط قبل الجواز ولا المصاحبه قبل الجواز ان هي دي حاجه كويسه. ايوه، ما هو لازم يفهموا. يعني لو الناس ركزت في التقرير هتلاقي في ناس قالت زماله، واحد تاني قال كلمه صداقه، واحد تاني لك يحب، واحد تاني يقول لك تعارف. لازم نفرق بين بين مصطلح الزماله، مصطلح الصداقه، مصطلح الصحوبيه. ايه الفرق بينهم؟ زمالة يعني عندي سبب العلاقة بين الولد والبنت، زمالة في مدرسة، في جامعة، في شغل. زادت، ما الزمالة دي يعني في نطاق فقط العمل أو المدرسة أو الدراسة وخلاص. زادت بقى الصداقة، إن كل واحد بيحكي على احتياجه للآخر في إيه؟ في حدود الإيه؟ النطاق العام، في العالم العام بتاعنا، عالم اللي إحنا عايشينه. لكن بقت صحوبية، تحولوا من النطاق العالم العام الى العالم الخاص. بقى بيتكلموا على مشاكلهم النفسيه، احاسيسهم، فبيحصل هنا ساعتها ارتباط عاطفي. فلازم نفهم صحوبيه غير زماله غير صداقه. للاسف بقى الناس اللي ما عندهمش خبر، او الناس اللي ما عندهمش ايه، او عندهم حاجه اسمها، عندنا لو بقى الناس تفتكر في لما عملنا سلسله حلقات اضطرابات الشخصيه، الشخصيات العاطفيه، الحدية، الهستيرية، الانفعالية، دول الشخصيات دي ما بتعرفش تعمل كنترول على العاطفة. هتلاقيهم حتى بين كل مرحلة ومرحلة بيستعجلوا، أو ممكن يطلع من التعارف. بص، التعارف الزمالة لصداقة لصحوبية بتاخد وقت عشان أحكي إيه وما أحكيش إيه، طب أقول إيه وما أقولش إيه. ده حتى في الخطوبة بنقول للناس يا جماعة، حتى وأثناء الاثنين المخطوبين اللي هي بقى درجة من درجات الإيه، الارتباط الرسمي، ما المفروض واحد ما يحكيش كل حاجه لسبب واحد، ان انت ممكن الموضوع ما ايه، ما يوصلش للجواز، حاجات خاصه الا في نطاق الاثنين دول مع بعض. لكن انا في العالم ممكن الموضوع ما يكملش. تخلي بقى يحكوا حاجات ويدخلوا في علاقات عاطفيه، الناس دي اللي هي بتتعرض للصدمات. يعني في التقرير انت سمعتي يقول لك ايه، الناس اللي دخلوا في علاقات عاطفيه وانتهت بالفشل مثلا 90%، 90% عارفه 90%، مش 50%، لا اكتر من 90% بينتهي بالفشل. ومعرضين الناس دي ايه، تدخل في ايه، صدمات نفسيه واضطرابات نفسيه، قلق واكتئاب واضطرابات في الشخصيه، هندخل في مشاكل. فاحنا حرام زي بالظبط انا تحمليني مسؤوليه حاجات وانا ما عنديش الخبره فيها، ما اقدرش، ما عنديش الامكانيات، ما عنديش القدره. فلازم نفهم الناس يا جماعه، لا انت حتى بتيجي تدخل في علاقه زي بالظبط اقول لك ايه، امسكي مسؤوليه شركه وانت ما عندكيش غير انت فاهمه في حتتك بس، ده غلط. فاحنا لازم نفهم الناس كده، وده اللي واضح قوي في التقرير. معانا تليفون مي. اهلا يا مي. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا حبيبتي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي. اوكي، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، نشكر ربنا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. دكتور انا عايزه اسال حضرتك على بنتي. انت ممكن تشوفيني اوفر شويه عشان انا هسال على بنتي، هي في كي جي 1 بس هي في مدرسه مختلطه طبعا. فهو انا ما تخيلتش ابدا او عمري ما رتبت انا ازاي هتعامل مع بنتي لما تيجي تقول لي عندي صاحبي في المدرسه. هو اللي حصل ان البنت جت ومعاها ورقه وقلم ومستعده تماما وواخده القرار انه مامي اكتبي لي رقمك علشان صاحبي عايز يكلمني. هي في كي جي 1. المشكله انا اخدت الموضوع ببساطه لاني ما كنتش عارفه. ده اطفال. بس هو اللي فاجئني رد فعل باباها كان اوفر جدا. عمل ايه بقى؟ فضل يزعق جدا قدام البنت، ولا احنا ما بنصاحبش بويز، احنا ما بنكلمش غير الجيرلز، اي بوي يجي يكلمك تقولي له لا، يعني ايه عايز رقمها؟ لا غلط. وعمل الموضوع مشكله عويصه جدا ومشكله. طب والبنت جداً. يعني البنت الرياكشن بتاعها ايه بعد ما كانت عايزه تدي رقم لمامة الولد اللي معاها في المدرسة؟ لا لا عادي جدا يا دكتور، فضلت مصره طول اليوم ان انا لازم اخد الرقم. ما هو بس يمكن تصرف باباها ده 4 سنين كي جوان. يا جماعه ده غلط.
يعني ده يعني يعني هو يا ريت طبعا ايه هتقعد ليه في الشغل الراجل يشوفنا في الاعاده كمان ساعتين او الفجر بقى. يعني لازم نفهم ده اطفال 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 دول احباب الله فعلا بيتصرفوا بطبيعتهم. مفيش يعني لما نقول للطفل ابتدى يكذب يعني لما نيجي نعمل بقى حلقات على الاطفال سلسله الكذب الكلام ده كله مفيش طفل بيكذب اضطر يكذب ليه او يقولش الحقيقه يا اما اتضرب يا اما اتعاقب يا اما اتصدم فيضطر ما يقولش حقيقه. ما ينفعش نقول كلمه كاذب الا بعد سن يعني الادراك بيبتدي في سن 3 سنين ونص ادراك باللي ان انا ذكر ولا انثى. لو ما عرفتش ان انا ولد ولا بنت 3 سنين ونص يعرف ان هو عنده تاخر ذهني. 3 سنين ده الادراك ان انا ولد ولا بنت. بدايه الادراك بالحقيقه والمعرفه والعالم اللي حواليا بيبتدي مثلا 6 سنين يكتمل سن 11 سنه. فهي 11 سنه مش فاهمه لحد 11 سنه يعني الادراك لم يكتمل من 6 سنين الناس فاهمه بس يكتمل يعني يبتدي ويكتمل عن سن 10 11 سنه. لكن دي لسه 4 سنين. 4 سنين لازم نحسسها ان الولد والبنت حاجه. يعني دايما حتى بنقول ايه الاختلاط كويس جدا في ابتدائي ممكن في ثانوي يبقى ينفصل الولاد والبنات والكلام ده لكن في ابتدائي ممنوع في اعدادي ممنوع. ليه؟ لان ده لازم الناس اللي عملوا انفصال وابتدوا يتجمعوا تاني فين؟ في الجامعه. نسبه المشاكل العاطفية والمشاكل النفسية والأخطاء اللي هي بتحصل زي الجواز العرفي والكلام ده كله اسأليهم انتوا كنتوا مدارس مختلطة ولا مثلا كنتوا فعلا مدارس كل الناس منفصلين عن بعض منفصل الولاد عن البنات هتلاقي اكتر من 70-80% ايه كانوا ايه كانوا منفصلين ان هم مرة واحدة تعرضوا زي بالظبط انت حرمة واحد من المشاعر. ادي المشاعر بالتدريج يعني الكلام ده بالنسبة للإعدادي لكن بالنسبة للبنت لا لازم تعرف ان الولد والبنت ان في فرق بيني وبين الولد بس هما عمر ما يجي في مخيل يعني ايه الغلطة بتاعت الوالد. الوالد دار في دماغه تخيلات وأفكار بتاعت واحد عنده مثلا 30 سنة وايه البنت عندها 4 سنين. ازاي عمرها ما هتفكر اللي هو بيفكر فيه. فاحنا دايما بنقول ايه ما هو يعني ايه مراهقة؟ مراهقة ان طفل كان بيلعب بعروسه بنت بتلعب بعروسه او ولد بيلعب بعربيات وبتاع والكلام ده مره واحده اذا كانت سن 11 12 سنه مره واحده لقى نفسه بيفكر نتيجه الهرمونات والبلوغ والكلام ده كله في حاجات تانية. فبيحصل صدمه هي اسمها اضطرابات مراهقه. المراهقه الاولى بقى المراهقه الثانيه دي فانا رايي ان هو لا غلط يديها وزي ما قلت لك يحضروا عيد ميلادات ويحضروا الميتنجز بتاع المدرسه وتتعرف ده العادي خالص. وتدريجيا بقى عند سن 10 سنين نعلمهم ده في ولد والبنت المفروض ما تحكيش كذا ونحافظ على جسمنا يعني لغايه سن نحافظ على كذا لكن ما عمره ما هيدور في دماغه ده غلط. طيب دكتور هنروح لفاصل ونرجع تاني مشاهدينا نكمل حلقتنا خليكم معانا. معاكم مشاهدينا مرة تانية ودكتور هشام هقرأ لحضرتك كده السؤال اللي حطيناه النهاردة على صفحتنا على الفيسبوك انه بنتين اصحاب في الجامعة هم لطاف واجتماعيين ومحترمين قرروا من اول يوم ما يصاحبوش وما يعملوش اي علاقة عاطفية مع الشباب علشان هم شايفين ان دي حاجة فاشلة وكلها مشاكل ونكد ومرت الايام وتخرجوا واشتغلوا ولسه ما اتخطبوش فبيقولوا لبعض كل صاحباتنا اتخطبوا واتجوزوا الا احنا هو احنا غلطنا اننا ما صاحبناش ولا ايه هم المحترمين مش بيتجوزوا الايام دي ولا ايه الحكاية تقول لهم ايه وتنصحهم بايه هقول لك كده شوية من الاجابات نسايم بتقول لهم لا يكملوا زي ما هما ما يعملوش علاقة مع الشباب وكل واحد بياخد نصيبه جاست بتقول لهم بالعكس ده احلى احساس ممكن تحسي في حياتك انك ايه لسه محترمة وان شاء الله ربنا هيرزقهم واحد يعوضهم عن الحرام اللي منعوا نفسهم منه سارة بتقول انتوا تركتوا حاجة في سبيل الله ربنا هيعوضكم خيرا منها إيهاب بيقول انا لما جيت اخطب كنت بدور على البنت اللي ما كلمتش حد ولقيتها الحمد لله فاطمة بتقول لا طبعا خليهم على مبادئهم واخلاقهم بقوا نادرين في الزمن ده مها بتقول ان انا ام وللأسف أنا شايفة أن الشباب بيحبوا دلوقتي يدوروا على البنت الحركة مش البنت الخجولة ودي حاجة مزعلاها نسمة بتقول كل شيء نصيب ربنا شايل لهم نصيبهم كوكي بتقول اللي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها يسيبوا الباب موارب ولو في حد محترم وعايز يدخل بيت من بابه يدوله الفرصة حبيبي بتقول هيتجوزوا ان شاء الله وربنا ان شاء الله شايل لهم عريس كويس عشان صبرهم اماني بتقول خليكي عند مبدئك انت صح ورزقك موجود محدش هياخده غيرك الاحترام والحياء زينه للبنت
رودي بتقول الحكايه مش حكايه صاحبه ولا ما صاحبوش، ده نصيب مش اكتر، واحترامي ليكو. ولكل بنت بتحافظ على نفسها في الزمن ده. ادهم بيقول لهم اصبري ما تستعجليش على رزقك. موني بتقول ده نصيب في الاول وفي الاخر، انا مستغربه على حال الدنيا اللي ما تصاحبش في الزمان ده يقولوا عليها متكبره. اوشا بتقول مش شرط البنت تصاحب شاب او تتعرف على شاب عشان تتجوز، بس لسه ما جاش ابن الحلال. اماني بتقول احنا اتجوزنا عادي اهو. غاده بتقول هم صح وان شاء الله ربنا يشيل لهم نصيبهم. كل شيء نصيب. نسيم بتقول لهم. ساره بتقول لا طبعا هم صح والجواز ده اسمه نصيب. شهيره بتقول لهم كل تاخيره وفيها خيره. يعني بص يا دكتور، اغلب الاجابات بتقول لهم لا خليكم زي ما انتم وان شاء الله ربنا يشيل لكم الاحسن وربنا هيبعت لكم رزقكم، ان هم بيشجعوهم ان هم محترمين في الزمن ده. ايوه، ما انت بصي، احنا لما بنيجي نعرف الناس اللي بتصاحب لازم تعرفي هم بيفكروا ازاي. بيفكروا ان ده حق اصيل ليهم. هتلاقي دايما، ليه بقول لك دايما تبقى في مرحله الشباب الاولى او مراحل المراهقه بتبقى حتى يقول لك الحب الاول، هما بيبقى مشاعر فياضه قوي، بيجي لهم تخيل طريقه تفكيرهم ان ده حقهم وان دي مشاعر دي لازم دي بتاعتنا احنا، مالهاش دعوه ماما وبابا ولا بيها. وكمان كمان بيحسوا ان هو ده الحب الايه المثالي اللي مش هلاقيه زيه، الحب اللي هو ايه يقول لك ده من مشاكل الحب الاول. ايه الناس اللي بتفكر ان هو يقول لك ايه كانت مشاعر فياضه قوي، وايه ويحسوا ان هو مش مصدقين ان ممكن يلاقوا حد تاني كويس، اول مره يستخدموا المشاعر دي. يعني لازم نعرف دي مشاعر طبيعيه بالفطره، فطره مشاعر الاعجاب، مشاعر الحب، مشاعر. دايما بنقول للناس ايه، طب يعني هل مثلا نمنع مشاعر الحب او ولا هسيبها خالص؟ ممكن يستخدموا غلط. لا، نعلمهم ازاي يوظفوها. يعني ان انا اقول لهم الحب ده حلو جدا، بس وظفه في حب مين؟ اخواتك، حب المذاكره، حب الرياضه، حب اهلك، الكلام ده كله. لكن حتى حب الاصدقاء والزماله، لكن انا اوظفه في حب وهو في مثلا في علاقات عاطفيه وانا ولا مستعد ولا هو الوقت المناسب، لان هما بيكونش عندهم الفلتريشن او التنقيه صح ولا الاختيار الصح ولا الخبره الصح. فدايما بنقول للناس ايه، هل بقى نقفل المشاعر الدين دين مهم جدا، يحبوا ربنا يحبوا فدايما نقول لهم ايه، وظفوا الحب ده في مناسب ليكوا في التوقيت ده بظروفكوا دي. واحده مش مخطوبه اتاخرت في الخطوبه تروحيها مثلا، لا نقول لهم لا يا جماعه معلش ما قلناش لا، ليه تزعلي؟ هي ليها حق تزعل، بس ازاي توظفها. لكن بقى الشيطان شاطر للاسف، اصحاب السوق. رقم ثلاثه الاعلام. احنا ما بنتكلمش على القنوات بتاعتنا دي، قنوات الاغاني والحاجات اللي عايز اقول لك، والنت قد ايه. يعني بقول لك ليه بقت ظاهره حكايه الصحوبيه، بقى بنعرفها دلوقتي بيجي لنا مشاكل العناد ومشاكل المراهقه بتبقى بزياده قوي. كانت زمان ايه، انا واحد رافض يذاكر واحد، لكن دلوقتي ايه، لا واحده عايزه مصره انها تتخطب، واحده بتعاند مع اهلها، في بيسيبوا البيت اصلا. نسبة قليلة بس بقت زيادة، موجودة. بقت موجودة. نكتشف ايه اللي بيدور في دماغهم، بقت موجودة في ناس ما تتخيلش انهم ممكن يعملوا كده. ليه؟ لان احنا بنقول عندهم ده بقى، الناس اللي بتعمل كده بنقول عندهم زيادة في العاطفة ونقص في المهارات الاجتماعية. تشخيصهم عندنا كده، نقص في المهارات الاجتماعية، نقص في الذكاء الاجتماعي، نقص في الذكاء العاطفي. تقول لي ده بتستخدم العاطفة عالية جدا، هو يا جماعة الذكاء العاطفي هو كيف استخدم المشاعر والعاطفة بتاعتي ووظفها صح واديها للناس الصح في التوقيت الصح. لكن استخدم العاطفه بدون حساب ده غلط. فاحنا عشان كده بنعمل ايه؟ بنفهم الناس الاهالي، يا جماعه لو لقيت ابنك كده او بنتك كده المفروض ايه؟ يبقى لازم نعرف ان في جزء تقصير منهم. وبعدين سياسه الترهيب ولا الترغيب؟ السياسه دي نقفل عليها؟ طب مع وسائل التواصل الاجتماعي والنت والموبايل والحاجات دي كلها، كل واحد هيعمل اللي هو عايزه. بس كده هنقعدهم في البيت؟ لا طبعا، حتى لو قعدتهم هيعملوا برضه. وعايز اقول لك بقى، واحنا الجيل اللي فات ده اخر 15 20 سنه دروس خصوصيه، خروج بره البيت كتير عكس جيلنا احنا. طبعًا. كان خروج الدرس ده مره في ثانويه عامه، مره في فين وفين، وماما او بابا اللي يودوني مثلا. دلوقتي من سن اولى اعدادي بقوا ليهم عالم تاني. طبعا، فنخلينا المراه الذكيه، الام الذكيه والاب الذكي، بيبقى لازم في تقصير. التقصير ده منهم
انت اديت وقت قد ايه لشغلك؟ هيقول لي مثلا 8 او 12 ساعات. واديت وقت كام لربنا؟ خمس فروض مثلا، ربع ساعه تلت ساعه. طب واديت وقت لولادك قد ايه؟ يقول لك ربع ساعه في الاسبوع، ربع ساعه كل اسبوعين. انت بتقول 8 ساعات 10 ساعات لشغلك، ولاصحابك ساعتين في اليوم او ساعتين مرتين في الاسبوع، وعيالك خمس دقايق 10 دقايق كل اسبوع. فعشان كده بنقول للناس تيكير، حرام احنا بنتعب وبنشتغل، واحنا الشعب المصري وخصوصا الشعب الشرقي ده قد ايه بيضحي لعياله وقد ايه غير يعني مش انانيين. طب بنعمل كل ده عشان عيالنا وفي الاخر نهملهم في مرحله حرجه زي دي؟ طبعا دي مهمه جدا. طيب نرمين اهلا بيكي. الو الو ايوه حبيبتي اتفضلي. مساء الخير، مساء النور، اهلا يا حبيبه قلبي. اهلا وسهلا. اقدر اتكلم مع الدكتور؟ معاكي. الو ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء النور. والله يا دكتور انا يعني ابني في اخر سنه جامعه. كويس. وهو مرتبط بواحده زميلته من ايام ما كانوا في ثانوي. ماشي. انا ما عنديش اعتراض على البنت ولا على اهلها، وناس كويسين جدا وكل حاجه، وانا في اعتقادي ان الام كمان عارفه وموافقه، يعني مش معترضين على ابني. تمام. لكن هو هنا مثلا جه السنه دي مثلا قال لي يا ماما، هي بتلمح شويه كده ان في عرسان بيتقدموا لاصحابها وبتاع. قلت له يا حبيبي انا ما عنديش مانع، بس هنروح نقول لوالدها ايه؟ لسه طالب لما يتخرج. هو لسه طالب في الجامعه. ايوه. فقلت له هنتقدم لها بصفه ايه؟ ايوه لما انا يخلص. ما عنديش مانع، بس خد الموافقه من اهلها وفهمهم انه. طب عملوا ايه بقى اهلها؟ عملوا ايه او رد فعل ايه؟ هي حكي لايه لاهلها او ايه؟ هي حاسه ان الام عارفه. هي بقى البنت راحت عملت ايه مع اهلها؟ نعم. يعني هي عملت ايه الخطوه اللي عملت ايه مع اهلها؟ هي ما بتعملش اي خطوات، هي بتقول كلام يعني ان في اصحاب لها بيتخطبوا وان ما هي بتلمح. ايوه يعني. هو لما انت اتكلمتي مع ابنك كده، هي راحت بقى كلمت اهلها ولا الموضوع سكت على كده؟ لا الموضوع سكت. تمام. بس انا كلمتها في مره. وبعدين واحنا بنتكلم فبتقول لي لا يا طنط انا مش مستعجله على الجواز. قلت لها يا حبيبتي بس المفروض ان مامي عارفه انك انت مرتبطه بابني. فمش المفروض ان احنا انتوا قعدتوا يعني 3 سنين ثانوي واربعه جامعه كل ده، مش المفروض بعد ما يشتغل ربنا يكرمه لو اشتغل على طول؟ لا بس بيبقى في خطوه، يعني بيحطوا خطوه برضه ان هو بعد ما يتخرج طبعا. لا انا مش مستعجله وانا ما اقدرش اتجوز بسرعه دي. خلاص. طب كويس. انت بقى ايه سؤالك؟ يعني ما هو الاحسن فعلا ان هو يكون اتخرج واشتغل. انا اتعامل مع الموقف. ما هو طبعا لازم الولد اعمل موقف يعني بعد ما يتخرج ويشتغل، ولا استنى شويه رد فعلها واشوف، ولا اتعامل ازاي؟ ما واضح ان برده ما عندهاش خبره برده، يعني التانية صغيره برده، بنت صغيره يعني، عشان كده دايما احنا بنلجا لمامتها برده في الحته دي. يعني احنا لازم نقول للناس يعني بس المرحله دي صح بعد ما يتخرج. ايوه ما احنا لما بيجي لنا مشكله يعني الام دي ما لازم طبعا يعني احط نفسي مثلا مكانها، هفكر انه اعمل واحد بقى ايه؟ بقى مسؤول عن حاجه صح ان انا عشان اروح اخطب لابني اكون اتخرجت، يكون اتخرج واشتغل حتى يعني يتدرب في أي حاجه قدامهم سنه لغايه ما يكون نفسه بالزبط. سنتين كده فبيحطوا دلوقتي ما بقول لك هم ما دام وصلوا يعني دايما لازم زي ما فهمت في اول الحلقه نعمل ديفينيشن وتعريف لنوع العلاقه. هل هي دي زماله ولا صداقه ولا صحوبيه ولا حب وارتباط؟ لو حب وارتباط يبقى لازم الاهل وفي حاجات ايه رسمي. مش معقول افضل صداقه او زماله فتره طويله زي دي الا لو كانت صداقه بس. لا دي واضح. لو هو حمل عمل ديفينيشن وتعريف ليها واضح. أو واحد صحوبيه. الصحوبيه دي نهايتها ايه؟ هو بالنسبه هو شكل الولد وقال لمامته يعني هو عايز يتجوزها. ما هو عايز يتجوزها دي مش بالصحوبيه ولا المشاعر، بايه؟ بالامكانيات والتفكير والظروف والمسؤوليات دي تنقل موضوع الارتباط. لكن هتفضل طول عمرها صحوبيه؟ لا. لازم نفهم الناس كده. تمام. ان هو ادخل لخطوه الارتباط دي بيبقى ايه؟ انا مسؤول. هي بقى كأم دي بقى النقطه المهمه. المشكله في الام في التانية. كل البيوت. المشكله في الام البنت. في كل البيوت الولد. هتلاقي في بيوت فيها ام الولد وبيوت فيها ام البنت. افرض ام الولد دلوقتي على اساس هي اللي بيبقى عندها النقطه بتاعت البدايه ان هي اللي لازم تروح تتقدم او لازم تبقى راضيه عشان تروح تخطب الولد طبعا. فدلوقتي دي ام ولد. ادي حضرتك يعني ايه حلين.
النقطة الأولى لو زي ابنها لما هي اتكلمت معاه لما تتخرج قال لها طيب وسكت تعمل إيه؟ واحتمال تاني إن في أولاد يقولوا إيه؟ لا أنا عايزة أقرأ فاتحة دلوقتي أو أخطب دلوقتي وهو لسه في الجامعة. في الحالتين الأم تعمل إيه؟ لا طبعًا قراية الفاتحة والحاجات دي والتعامل مع قراية الفاتحة دي يعني ده عقد رسمي بينه وبين ربنا، واحد قرأ فاتحة ودخل بيت الناس بس ده عقد يعني عقد رسمي يعتبر عقد شفوي. ده امتى يعني بقى؟ ده انا رايي انه طبعا بعد ما يخلص جامعة طبعا. رقم اتنين بنشرح للناس لازم يحط جميع الاحتمالات، يحط يعني دايما ايه، احط احتمال ان يمكن الموضوع يكمل، ممكن احتمال الموضوع ما يكملش طبعا. اي حاجه في الدنيا ليها احتمالات، بس هم بقى للاسف عشان في الجيل ده في الجيل الصغير والشباب ما بيحطوش غير احتمال واحد، انا هكمل. هكمل ازاي؟ عشان هما بيفكروا بالعاطفه وبس مفيش عقل. يعني كنت بقول لك في الفاصل ايه، كام في الميه من الناس اللي بتصل الى الصحوبيه بيصل الى الجواز؟ من 4 ل 10%. قليل جدا. 10% او 4%، عارف يعني ايه؟ يعني بيقول لك كل 100 قصه 4 يتجوزوا او 96 ما بيفشلوا. ليه؟ عشان بيبقى عاطفه بدون عقل، بدون مسؤوليه، بدون سيستم. طب افرض بقى ان مثلا المشكله من الطرف الثاني، ان الام بتاعت البنت هي اللي بنتها جت قالت لها مثلا في واحد في الجامعه عايز يتقدم لي واحنا مرتبطين ولا متصاحبين ولا كذا، ام البنت تعمل ايه؟ يعني دايما لما نيجي نقيم موضوع مش بنقيمه بس ان هو سنه كام ولا لسه في الكليه ولا اتخرج او ان هو غني ومعاه فلوس ولا لا، بنقيمه نشوف فعلا اخلاقه كعيله كشخصيه كمستقبل ونحط الاحتمالات دي كلها. فعشان كده ممكن احنا ناخد خطوه ان واحد قرايه فاتحة او خطوبه او الكلام ده كله في الاول ويبقى في فتره زمنيه لغايه الارتباط، لكن واحد ما يعرفش ياخد حتى الخطوه الاولى. يعني دايما لما نيجي الام تقول لك اولا خدي ناخد الخطوه الاولى، الخطوه الاولى دي طب بين الخطوه الاولى اللي هي قرايه فاتحة وبين الخطوه الثانيه الخطوبه وبين الخطوه الثالثه اللي هي الجواز الرسمي، هل انت حاسه هتاخد قد ايه؟ هنكتشف ايه؟ لا ده الظروف وحشه جدا، لان مثلا ايه الشقه لسه هيقل لغايه ما يجيبها وياخد قسط وبتاع والكلام ده كله مثلا 5 سنين 10 سنين، هل هي عندها القدره انها تستحمل الكلام ده كله؟ الرقم دي مش بنقيم بس، بقول لك مع ممكن تبقى الامكانيات كويسه، لا بنقيم كشخصيه وكتفكير وكعيله وكاخلاق، لازم نفهمهم كده. في حاجات كتير للاسف بقى الاشخاص اللي هم العاطفيين قوي خصوصا البنت او الولد بيفكروش زينا، احنا برضو بنفكر بطريقه، ودي اسمها عندنا تفكير عقلاني، تاني اسمه تفكير عاطفي. شيماء اهلا بيكي. الو شيماء سامعاني؟ طيب داليا اهلا داليا. كدعاء اهلا يا حبيبتي، انت داليا؟ اه انا داليا. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي. دكتور ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن استشير في حضرتك بس، كانت في علاقة على الفيس مع واحد أول مرة اتكلم معاه وكده، الموضوع ابتدى ان انا دخلت على جروب وكنا بنتكلم عادي في بوستات بتتحط وكده، فكنت بكلم برضو بنت من على نفس الجروب فكنت مصاحبها قوي تمام. او بعدين بعد كده لقيتها بتقول لي ده هو بيبعت لك 5 رسائل على الصفحه بتاعتك وانت ما بترديش، فبقول لها ما اعرفش ابقى اشوف، فدخلت لقيته بيقول لي انا معجب وعندي اخت زيك ومش عارفه ايه وعايزه ارتبط وكده، وانا كنت ساعتها في ثانيه ثانوي. فبعد كده قلت له مش هينفع ولازم نبص لمذاكرتنا، وكمان واحنا الاثنين اصلا يعني عايزين ندخل علم رياضه. بعد كده قلت له لازم نفكر في مذاكرتنا وكده، هو قعد برضه يلح وكده، وبعد كده انا اصريت ان احنا نتكلمش في الموضوع تاني ونتكلم عادي على الجروب وكده، فهو تقبل الامر بس برضه كان بيلمح برضه احنا على البوستات وكده. بعد كده اتقطعت عشان المذاكره وكده، كنا لسه في ترم تانية ثانوي. وبعدين رجعت تاني، كنا في الاجازه اللي هي بتاعت سنه تانية بقى وكده. وما انت في سنه كام دلوقتي؟ ايه انت في سنه كام؟ انا في ثالثه ثانوي. اوكي الكلام ده يعني بدا في الاجازه اللي فاتت بقى. تمام. ودلوقتي الوضع ايه بقى؟ ايه دلوقتي الوضع ايه؟ وضعك ايه معاه؟ هو انا هكمل لحضرتك بس سريعا. واحنا بنتكلم دلوقتي يعني كل واحد بيتكلم عن مشاكل في حياته وهو بيتكلم عن حاجات بتحصل مع اصحابه وانا بتكلم معاه كده وبنفضل نهزر ونضحك، بصراحه انا اتشديت وانا ما كنتش عايزه كده.
اتشدتي ليه دلوقتي برغم ان انت السنه اللي فاتت وانت في ثانيه ثانوي حاسه انه مش وقته ولازم واحد يركز في دراسته؟ أوه. انت حاسه انك انت السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت كانجذاب عاطفي كارتباط كده؟ اه. سؤالك ايه يا داليا بقى؟ عايزه بس اخد خطوه لان انا في الاجازه ديت بعت له رساله قلت له انا مش هينفع نتكلم تاني وانا قفلت الايميل بتاعي ومش عايزينك مش عايزينك مش عايزه اكمل بالطريقه ديت. طب. وبعد كده بعت له رساله كان عيد ميلاده في الايام ديت وبعت له رساله وكلمت مع انه كنت عايزه اتكلم. آه. مش عارفه اعمل دلوقتي ايه. طيب اتكلم معاكي بصراحه، انت حكيتي لحد مامتك اختك خالتك حاجه من الحاجات دي ولا ما حكيتيش لحد خالص؟ وبصراحه صحبتي. هي اللي قالت لي بعت له رساله في عيد ميلادك زي ما بعت لك عشان هيبقى شكلك وحش. وبصراحه انا سالتك سؤال يا داليا ركزي. لا ما قالتك حكيتي لماما حد كبير اختك كبيره خالتك حد لا. من بصراحه انا يعني ما حكيتي لوحده نفس الخبره قريبه لحد من اهلي. طب اسمعيني بقى يا داليا، هو ده اسمه ايه؟ الانجذاب العاطفي. هي نطت في العلاقه من الزمالة دي، اولا مش زماله، الناس مش بعيد الكلام عشان يعني بعيد الكلام عشان الناس تفهم. يا جماعه هل دي ماله؟ لا. لا. يعني هم ولا زمايل ولا في دراسه ولا في مدرسه ولا في دروس والكلام ده كله. زمايل في جروب. في جروب بس، ما عشان كده بقول لك. ما شافوش بعض، ممكن الكلام ده كله يبقى تمثيل، ممكن الكلام ده كله يبقى اسطوانات، انا يعني مش بقولش ان هو يطلع وحش ولا حلو، بس حط احتمال ان ممكن نفس الكلام اللي بيقوله ده بيعملوا كوبي اند بيست ويروح بعته لحد تاني بص تاني في حته تانيه. رقم اتنين، هل انت شوفي انت صرفتي صح وانت في تاني ثانوي ان هي بتقول ايه ده مش وقته، انا ايه وظيفتي ايه في البطاقه؟ طالبه. ويبقى وظيفتي ايه في الحياه؟ اذاكر. جات الارتباط والكلام ده كله في الوقت المناسب في الظروف المناسبه. انت عشان بتحكي مع نفسك وتفكري مع نفسك او تحكي مع ناس يأيدوا لك ايه نفس طريقه تفكيرك، ما هي يعني ما حكت لصاحبتها. اه تحكي لحد حكت لنفس الناس نفس سوري نفس الناس اللي هم نفس طريقه تفكيرها فايدوا لها كل اللي هي بتفكر فيه وبتعمله. عشان كده راحت بعتت في عيد ميلاد ورجعت تاني بالرغم ان هي قالت لا انا هقفل الايميل والكلام ده. عشان كده بقول لك دايما فكري بحد عقلاني. المشكله بقى المشكله فين؟ المشكله بقى انها تحكي لمين؟ يجي لي واحده تقول لي انا احكي لمين اذا كنت انا حكيت لوالدتي مره ان انا في واحد اعجب بيا حرمتني ان انا انزل اسبوع وخدت مني الموبايل وزعلت له انت قللتي الادب والكلام ده. زي اول مكالمه جات لنا الاب اتصرف جدا تصرف غلط، بنت عندها 4 سنين قال لها ازاي تكلمي ولد وتدي له رقم تليفون ماما 4 سنين. نفس كلام الام لازم تبقى هاديه. ما بقولش انها توافق بس هتحكي لمين؟ هتطلع العاطفه لمين؟ مش عندنا حاجه اسمه فراغ عاطفي؟ هنقول لهم ايه يا جماعه؟ ايه طب ده مش وقته، ده وقت الدراسه والمسؤوليات والشغل ايه او كذا، او وقت انك انت بتمتحني ثانويه او جامعه او كده. اجلي مش الغي، احكي مش اندفعي. يعني بصي ان انا فايده ان انا احكي كده لجمت تصرفاتي. ده الناس مش فاهمه كده. عشان كده بنقول للام ايه خليكي هاديه وصبوره. نفس الكلام تسمعي منها في واحده عاطفيه اكتر من الثانيه، حتى لو عندها تقول حد تقول لي ده بناء انا عندي بنتين تانيين ما ليه ما عملتش كده، ولا ستي مختلفين عن بعض عاطفيه. ناخد اخر تليفون عشان وقت الحلقه. أوكي. ايه اهلا يا ايه. الو. ايوه حبيبه قلبي اتفضلي. ايوه إيه لو سمحتي انا كنت عايزه اسال بس، انا خطيبي بخيل وانا مش عارفه استمرت العلاقه ولا لا، وفهم كمان ان انا هتجوز مع مامته، فمامته كمان بحس ان هي بتقوي شويه، فيا ترى استمرت العلاقه من ناحيه البخل ولا لا؟ ايوه بخيل لدرجه إيه؟ نعم؟ بخيل ولا حريص؟ مش سامعه صوت حضرتك. بخيل ولا حريص؟ مش عارفه، بس هو لما بنيجي نخرج بيخرجني في حته كويسه، يعني مثلا لما اقول له على ان احنا يعني نجيب لي الفالنتاين او كده بحس ان هو بيسترخص. ايوه يا عزيزتي، بس علشان الحريص عشان بيحوش او بيصرف الفلوس عشان بيحطها في حاجه تانية، بيحوشها علشان مثلا شقه، بيعملها عشان مشروع يعني. لكن واحد تاني بيبقى عنده امكانيات وحتى في الحاجات الاساسيه ما بيصرفش. هل هو كده؟ ده ما ده فرق بين البخل والحرص. طيب هي المفروض يعني هي المفروض الاول ايه؟ ده طبعا شخصيا. بتقولي ايه؟ بتقولي ايه تاني معلش؟ يعني هو حتى في لبس لما بيجي يلبس مش بيلبس لبس يعني كويس، يعني دايما لبسه يعني جاكيت وبنطلون قميص وبنطلون،
يعني هما طقمين ثلاثة اللي دايما بيتكرروا معاه. ما عندوش لبس كتير بالرغم انه عنده امكانيات. عنده امكانيات ولا هو على قده؟ ولا برضه هو لسه بيكون مستقبله وعلى قده؟ هو لحد دلوقتي برضه انا ما دخلتش في العلاقة ان انا اعرف مرتبه قد ايه. ازاي يعني انت مش مخطوبة؟ عشان تعرفي يا بنتي أيوة هتعيشي فين. بس هما دايما لما باجي اسال السؤال يقولوا لي قليل. طب انت اسالك سؤال برضه لسه نفس السؤال بتاع مين عشان واضح انك انت عندي برضه نقص في المهارات الاجتماعيه والخبره الاجتماعيه والكلام ده كله. بتفكري مع مين؟ بتستشيري مين يا استاذه في موضوع العلاقه بينك وبين خطيبك؟ ما والدتك، خالتك، باباك، يعني بتتكلمي مع مين؟ مع ماما وبابا. وحكي لهم الكلام ده كله يعني مثلا لما تقول لهم ده بخل رايهم ايه؟ ولازم برضه يبقى هم قالوا لك ايه؟ هم قالوا لك رايهم ايه؟ بس علي صوتك. هم قالوا لي الموضوع، قالوا لي ان شوف ايه اخرتها وكده، لكن برضو في لجلجه انا مش عارفه. انا بطلع عشان اسال اسامي. يعني هم شايفين ان هو بخيل يعني مثلا جدا. يعني مثلا ما هو بصي، ما هو ده يا جماعه ازاي انا ادخل في علاقه ارتباط خطوبه او جواز او كده وانا مش عارف امكانيات اللي قدامي ولا شخصيه اللي قدامي؟ ما هو فايده التعارف ايه؟ يعني عندنا في الاديان خطوبه حتى في المسيحيين نصك ليه يعني عارفه بيبقى ارتباط رسمي ليه؟ عشان اعرف اللي قدامي قبل ما ادخل خطوه الجواز. التفاصيل. مش بعد ما اتجوز اكتشف حاجه فاتطلق. فلازم تفاصيل الشخصيه، تعرفي ان شخصيته صريح ولا لا، بخيل ولا حريص، امكانياته ايه، طريقه تفكيره ازاي، بيفكر طموح ولا مش طموح. ما دي الاساسيات هنبقى نتكلم عليها في اختيار شريك الحياه. في موضوع اختيار شريك الحياه ده هيبقى سلسله جامده جدا، ازاي اختار شريك حياتي. ما هو ده مش انا مش بختار، اذا واحد مش بيختار شريك في شغله ولا لا. ركزي ويعرفي. بشكرك جدا يا دكتور، وبشكر كل مشاهدينا، ونختم حلقتنا ونقول مش كل واحد تصاحبيه هتتجوزيه. محدش عارف القدر كاتبلك ايه، يبقى تصبري لما تكبري تحبي وتختاري، وما تاخديش ذنوب ويبقى جوزك وكل مشاعرك ليه.